من فضلكم نظام نظام نتيجة عن نتيجة يمشي مركز أو سي رسمية نتيجة وريق اللبات أو أي كتر تم ينسدح مشرح وعين قط سيدة صوص مشرح أحمد حوين مدن الشريف أحمد شريف شيخ أحمد وحوه لي أفرتن يلح عود مدن مشرح مدحوين حسن شيخ محمود وحوه لي سقاشن يتضبع مدن محمد عبد الله فرماجو وحوه لي بقول سديتن يأفر ساد رادت رال وحانو قد بينا وريك السدحات ماشي نفرنيا وحامركا كتر تمي دون اللبا مشرح سيد الدستور كو قبو مدن مدن عبد ورقضها لبيه وح حمادي مجران حل باقتي مويان سدح بغولي لباتن يتدوب عد باس يستح نقطي وحا وريق السدحات كو ترتمي دونا مدن مشرح مدحوين حسن شيخ محمود ايو محمد عبد الله فرماجو لو ذا سمرك احوكين تهد ياريسو ورقضها او هانا سود دجيسو من فضلكم ماشي نجوغا وريق السدحات انتوصو سمينينا من فضلكم ماشي نفردي فردية وريق سدح هذا سمين نظام مدن يا النظام هنودن بيس شكل ولا لي الرالي هذا رالي هذا زكريا هلمان نقر رالي هذا فريستا ميشينا من فضلكم فريستا 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 بلا سيدا دتكا سيدا داف نظام عن اسمغلنا من فضلكم عن اسمغلنا دات كينا ميش ولا تان كتاقا يا قوة نركم بد مدوم حياة كتاقا ميش كل احدا ميش مدن يا رالي هذا عن اسمغلنا وحا مهسن الجنرال واد مهسنت وحانو يريا انو كلمة نوجي ديو مدحوينا الجمهورية الصومالية مدني حسن الشيخ محمود فليتفضل بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حلبان نظر بارلمان كفدرال كصوماليا باشا عالم جوجت ماشا سفارة لها الدبلوماسيين تا شعبك الصوماليات ان داوانا ايو التلفزيون دي شاشة دا هورتو دفرد ايو دا ما نوحان لايه هاي ما انتا وامالين وين او تاريخي اه
waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo wada dheer oo maxaa ku yiraahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday. Hawl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen. Waddadii dimuqraadiyadda ayaana soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso, oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah la isku weydaarsado ayayna soo gaarsiisay. Waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed Maan Farmaajo, oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa walaalkay Farmaajo inaan dhaho hambalyo, xilka Allaah kugu guuleeyo. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub, dalkuna horaha u socdo, dimuqraadiyadduna horaha u socoto. Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! Dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya ha dhaqan gasho! Guuleysta adigana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله. ولاليال برنامج كما دمان بوق النجداية دارتي بادي من ولي بروتوكول كما دمان بوق النجداية انت ماشي تقنى كذال يقدقى كذال وتقى كل جينا go back back كذا لقطة كذا أول هلا محكمة سر اللوير إيجاب فوق هذا قالي كتاب كذا ولا لي على فراغ نسي الله هو نبي عليك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه وسلم. مدن يال daartani waa daar dastuuriya dastuurka waajibiyay in lagu dhilma la mariyo qof kasta oo qabanaya xilka madaxweynenimada. Daartu waxay ka kooban tahay
أفر ندب أوتا أساسية قف داران أي عدلو داران أيو وحلقو داران أيو يا أراه ذا أما بسيقة وحد داران أي محمد عبد الله فرماتو وأه وحود داكو داران أي دستور كإلهي وحادك دستور ك وحادك دبا أران أيسا وحادك دبا أران أيسا دارتان أنكول أخري دونو وحتى هذا وحن كود دارنا يا وحن كود دارنا يا ما جع إلهي ما جع إلهي إن أنا حلك يجو جدنا يو إن أنا حلك يجو جدنا يو سدة عدا سدة عدا أودن تدادك أودن تدالك دادك يدين تكجرتو دادك يدين تكجرتو دورنا الدستور كقرنك دورنا الدستور كقرنك يشروع ذك ليدل كوي الله يشروع ذك ليدل كوي الله إلهي وحن كبرينا إنه يسقنا حلك هو فضوديو إننا إنه نقول أمضى الدعاء صومالينا يقول شتو بسم الله الحمد لله ضدك صوماليا دمان مركلا وحن ربعنا نكعليو برلمان كفدرال كصوماليا dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaali ku nool guud ahaan maamulada maamul goboleedada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhamaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedinay waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagar la'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna oo hore ugu siista codadiya la yiraah mar kale maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha cusub aan leeyahay hambalyo dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با مهد له ومانتا كسوك هاي كيني وحان أمهد علنا يا حل بانا الشرف تله او اسبدل دونكا كوا عدكو دي اسيين يكوا عن عدكو دي اسيين مانتا حل بانا دا فدرال كصوماليات وحي كترجمين ربطان كشعب كصوماليات guushaan waxa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ka joogan waa bilaawgii guushaan waa bilaawgii midnimada Soomaaliyeed waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan ballan halkan idin kaga qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkan u leeyahay aan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino aan caawino insha Allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo qudbad inta taas laga gaaray waa mahadsantihiin Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali hamidowdo waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa in iloobay raaliga ahaada inaan u mahadceliyo murashaxiintii oo dhan oo sanad in muddo laga joogo soo shaqeynayay waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahadceliyo madaxweynaheygii hore Shariif شيخ أحمد وحن رباهين أنه مهد عليو مدحوين هنا قرنك أو سين نبضة أو وان أكسنو سموثة كو ريجي حلك مدحوين وما سنتاه الله أكو حافظه صومالين الله حافظه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوين
gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha aqalka sare, gudoomiyaha ku-xigeenada, xildhibaanada sharafta leh, wasiirada iyo saraakiisha, dhammaan ka soo qaybgalayaasha, bahda saxaafadda, maanta waa maalin weyn, ficilna waa maalin weyn. Geeddi socodkii maxay ahaato doorashooyinka waxay ku soo dhammaadeen madaxweyne Farmaajo inuu ku guuleysto maanta. Waa u hambalyeynaynaa, waxaana u rajaynaynaa guul. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho. Walaalkay madaxweyne Xasan Sheekhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey xilkii. Waana la shaqayn doonaa. Wa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kulanka toddobaad ee la caqabka wada jirka ahaa waa noo xiran yahay, marka calaa barakatillaah.